نظام غذائي معين؟ ايه بتبع. ايه طبعا اغلب الاوقات. ايه لما بيسمع ان الواحد لازم يتبع نظام غذائي، هلا هو لازم على طول، بس بشكل عام نحن بس اسمنا شوي بنروح بنتبع نظام غذائي. شو تأثير النظام الغذائي على المظهر الخارجي، على الصحة وعلى الجسم بشكل عام؟ على كل شيء، على الشكل وعلى حتى انه من الداخل كان بيعطيك الثقة بالنفس اكثر. هلا كل شيء له تأثير، على الفيتامينات بتأثر كثير على جسم الانسان، تأثير كمان على الجمالية وعلى الصحة، مثلا الخضار كمان كله فيتامينات بيأثر على الدم على كل شيء. لما بتبع نظام غذائي وبتضعفي بتصيري عندك ثقة بالنفس أكثر. هلا أكيد بيأثر على البشرة وعلى الشكل الخارجي. هلا الطعام الصحي أكيد إنه بيعطي نضارة للبشرة، قوة للشعر وللأظافر، بس بالشتي إجباري بدنا نتبع حمية غذائية أكيد لأنه بيزيد الوزن بالشتي. إذا أكثر الأكلات اللي بتركز عليها بنظامك الغذائي؟ هلا بشكل عام أنا بحب الفواكه الخضرة، يعني هيك بشكل عام. يعني شو الأكلات الأكثر شيء بتركز عليها بشكل يومي إنه تكون بنظامك الغذائي اليومي؟ هلا أكثر شيء إنه الخضر، هيدي أكثر شيء، السلطات، الفتوش، إنه هيك مثل مثلا الحليب، البيض وهدول الشغلات بس، واللحم وهدول. هلا الفواكه أكثر شيء، ليمون، التفاح، حتى الموز أحيانا، خضروات، سلق، كله فيه فيتامين حديد وهيك. في عنا فواكه كتير مثلا بتقوي الشعر، أكتر شي بعتمد على الخضرة، الخس، الملفوف، البندورة. هي البندورة من الفواكه بس نحن مفهومنا عليها إنه خضرة، ومثلا حتى الفواكه الموجودة بالشتوية بعتمد عليها كمان شوي، وأكتر شي على مثلا صبحيات مثلا على البروتينات أو في الألبان والأجبان والمسا على اللبن.